لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ماذا وجدوا في بطن الفنان الشهير توفيق البحري؟ صدم وأبكى جميع الشارع التونسي بأكمله. وجدوا الأطباء جرثومة داخل بطنه. كانت الصدمة الكبيرة والحزن العارم بعد خبر رحيله. طلبوا جميع التونسيون وأسرته دعوات إلى الفنان الشهير صاحب البسمة العالية محبوب الملايين. الفنان الشهير صاحب البسمة العالية توفيق البحري الدعوات له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه. وفاته أشعلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي حزن العارم على الجميع. صاحب الملايين محبوب الجماهير كان الصدمة قوة على الجميع الوسط الفني والتونسي. والحزن العالم بعد خبر رحيله والدعوات الى الفنان التونسي توفيق البحري بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه. كان رجل طيب محبا الى الجميع. كان ينفق امواله في الخفاء على الفقراء والمساكين من ذوي العاقة. وحزنا عارما عليه بعد الرحيل المفاجئ الذي صدم الجميع حزنا هو بعد رحيله. والحزن العارم على جمهوره. وطلبوا له الدعوات له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات الى الفنان الشهير صاحب البسمة العالية محبوب الجماهير الفنان التونسي توفيق البحري. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.